السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه عن لاعب كرة قدم أرجنتيني اسمه مارادونا. توفي أمس بنوبة قلبية بعد أن مكث في المستشفى أسبوعين عن عمر ناهز 60. هذا اللاعب كان يلعب في الثمانينيات من القرن الماضي ومشهور على مستوى العالم وهداف زمانه كما يقولون، وله جماهير كثير في العالم عريض وطويل. الذي يؤسفني وجعلني أن أسجل هذا الفيديو هو الكم الهائل من الرحمة التي ترسل لهذا الشخص الكافر، الله يرحمه، الله يغفر له، الله يدخله الجنة، من المسلمين. ما أدري هل هناك مسلم إلى الآن ما يعرف أن الكافر كافر ولا يجوز أن يترحم عليه؟ ليس فقط هذا كافر عادي، هذا عنده دين، أسس دين باسمه، دين مارادونا، مارادوني نسبة إلى اللاعب هذا. فهذا اللاعب له ديانة المارادونية التي تعد أول ديانة في العالم قائمة على عبادة لاعب كرة قدم، يعني هو إله والناس يعبدونه والمسلم يجي يترحم عليه. مارادونا ساعد الأرجنتين على تحقيق المجد في كأس العالم بفوزه باللقب عام 1986 بالفوز على ألمانيا الغربية، لكن من الغرائب أنه توجد كنيسة في الأرجنتين تحمل اسم كنيسة مارادونا، حيث بداخلها يتم عبادة اللاعب الأرجنتيني مارادونا. هل تعرف هذه المعلومة أيها المسلم وأنت تذهب تترحم عليه؟ إيش ديانتهم؟ يؤمن أتباع الديانة المارادونية أن اللاعب مارادونا هو الله المتجسد على الأرض، لا إله إلا الله، وهي ديانة غرضها التهكم والسخرية من الأديان وبخاصة ديانة المسيحية. لكن الأغرب من ذلك هو تزايد عدد المؤمنين بهذه الديانة المارادونية بشكل مستمر. في عام 2008 كان عدد المؤمنين بها 120 ألف شخص، أما الآن فقد يتجاوز عدد المعتقدين المليون في 60 دولة حول العالم. هذه الديانة تأسست 1998 من خلال الصحفيان إليخنادرو فيرون وهيرنان أميس، وقد تم إنشاء أول كنيسة تحمل اسم كنيسة مارادونا في مدينة روساريو الأرجنتينية، كما توجد كنيسة لهذه الديانة أيضا في مدينة نابولي إيطاليا، ويقوم المؤمنون بهذه الديانة بالدعاء والصلاة لمارادونا لأنه إله. والأعياد الرسمية لهذه الديانة هم عيدين، الأول عيد رأس السنة المارادونية كريسماس مارادونا في يوم 30 أكتوبر من كل عام، والعيد الثاني في يوم 22 يونيو وهو يوم الاحتفال بفوز الفريق الأرجنتيني على إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم عام 1986 بقيادة مارادونا. وهذه أعطيك بعض التلاوات التي يقرؤونها في الصلاة التي يصلونها لمارادونا داخل الكنيسة المارادونية، داخل الكنيسة المارادونية. يقولون ديجو، يعني مارادونا اسمه ديجو، الذي في الملاعب، لتتقدس يدك اليسرى لتجلب لنا سحرك، لتكن أهدافك كما في السماء كذلك على الأرض، اعطنا بعض السحر كل يوم، اغفر للإنجليز كما نحن غفرنا لمافيا نابولي، ولا تدع نفسك منشغل بالتسلل، لكن حررنا من هافيلانج وبيلي ديجو، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كفر وزندقة وإلحاد ومعاداة لله وللإسلام وللعقيدة وللرب. فللأسف رأيت من يترحم عليه ويستغفر، وإذا قيل له هذا كافر وموت الكفار لا يجوز الاستغفار لهم ولا الترحم عليهم، بدأ يستدل بآيات من القرآن على فعله، يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهو لا يدري أن تكملة الآية فسأكتبها، هذه الرحمة لمين؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، خطاب إلى النصارى واليهود يتبعون النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر يقول معترضا على من يعني نقول له لا تترحم، يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني حتى الكافر تريد الله يرحمه؟ وليس يعني عجيب وغريب وخوض بلا علم ومجادلة بالباطل، مع أن هذه المسألة من المسائل الظاهرة البينة في دين الإسلام.
والآيات الدالة على أن الكفار في النار ولا تنفعهم أعمالهم ولا الدعاء لهم ولا الاستغفار لهم كثيرة جدا، عشرات الآيات موجودة في القرآن. الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعلومات الدينية، أرسلهم للخلق كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا كافر يدخل النار بنص القرآن وبنص السنة. كيف تترحم عليه؟ الرحمة للمؤمن، الرحمة للمسلم. فكل من لم يدخل دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. افهم يا عبد الله، افهم يا أمة الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. آيات واضحة. فخذ بعض النصوص الدالة على أن حكم الكافر في النار خالدا مخلدا فيها. الكافر قبل أن يموت لا نحكم له أنه من أصحاب النار لأنه قد يتوب، لكن لو مات على الكفر خالد مخلد في النار. حرام أن تغفر له، حرام أن تستغفر له، حرام أن تسأل الله الرحمة له. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عليهم لعنة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا حال الكافر عندما يموت. لعب كرة يموت، مشهور يموت، ممثل كافر يموت، يترحمون. عنده خيرات، عنده حسنات. الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم دائم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، له دين خاص به. أنصاره في العالم في 60 دولة يعبدون مارادونا كإله، وأنت جاي تطلب له الرحمة. تعرف يعني إيش الرحمة؟ يعني الله يخلصه من جهنم ويدخله الجنة. كيف تريد لواحد مشرك كافر عنده دين خاص به يعادي ربك أن يدخل الجنة بحجة ورحمتي وسعت كل شيء؟ وسعت للمؤمن، وسعت للمسلم، وسعت لأصحاب الخير الذين هم على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله تعالى أن الشرك محبط للعمل، هذا مشرك أشرك بالله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفعه لا كرته ولا ينفعه لا أهدافه ولا ينفعه حتى لو كان ينفق كل أمواله في سبيل الفقراء والمساكين، ما ينفعه، لأنه كما جاء في الحديث عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن يعرف ربه. وجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي كان يصل الرحم وكان يفعل ويفعل. قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر، يعني أراد أن يذكر. هؤلاء المشاهير أي شيء يعملون فقط للدنيا يعملون، وإنما يجزون بأعمالهم الحسنة في الدنيا. إذن في الدنيا أخذ ما يريد من شهرة ومن الصيت. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا المؤمن يعطى في الدنيا وله أجر في الآخرة، يعطي في الدنيا وله أجر في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الاستغفار للكفار. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي حديث
آخر في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستغفار، الله لم يأذن له. فهذا رسول الله أكرم الخلق على الله، منعه ربه من الاستغفار لأمه مع أنها ماتت قبل بعثته، فلا يمنع رسول الله من الاستغفار لأمه، ويؤذن لأحد المسلمين أن يستغفروا لمن جاء بعد بعثته. وقد حكم الله بأن الجنة حرام على الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتهى. كيف تترحم على لاعب كرة؟ هو وغيره، نحن ذكرنا هذا مارادونا مثال على للأسف كثير من مشاهير الكفار يموتون ثم أو مسؤولين أو رؤساء يترحمون عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، المؤمن هم الذين يدخلون الجنة، ولا يجوز الترحم وطلب الجنة، الترحم يعني تطلب له الجنة، إلا للمؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وذكر جمع من الفقهاء المذاهب الأربعة تحريم الدعاء للكافر الميت. انتهى الأمر. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.